ممكن نعمل برجر بالذره، برجر بطريقه جديده كده ان شاء الله تعجبكم، يعني فيها ذره مسلوقه او الذره اللي هي العلب. فاحنا بنعملها بقى ايه، عندي لحم مفرومه وعندي علبه ذره، العلبه دي حوالي كوبايه من الذره او اكتر شويه، العلبه كلها انا حطاها خلاص، ونص كوبايه دقيق ذره صفرة منخوله مش الخشنه، وعندي بصل خلاص، حلقات البصل والطماطم دول للسندوتشات، انا هنا بقى في الخلطه نفسها، وتوم باودر وبصل باودر ماشي، وبيضه وملح وفلفل. هياخد الاول البصلايه الحاجات الخشنه الاول، بفرم البصله دي قوي بنعمها يعني، تمام. جيب بعد كده بقى علبه الذره دي او الكوبايه وشويه اللي انا عاملاهم، باخد بسيب جزء كده، باخد التلتين واسيب التلت سليم عشان يبان برضو جوه الايه، جوه البرجر، ونص كوبايه دقيق الذره الناعمه، وتوم وبصل باودر، والبيضه، معلقه فلفل صغنونه كده، ومعلقه وشويه ملح، واطحن ده مع بعضه. حط بقى اللحمه ومعاها الايه، ومعاها الذره اللي هي سايباها سليمه علشان ما تاخدش ما تتكسرش بقى قوي، يعني دوبك خلطه واحده مع اللحمه وخلاص. بس هنشكلها ونبدا نسويها في الفرن او نسويها في الايه، نحمرها في طاسه. مش قليلين قوي يعني، برضو الزيت خليه مبحبح معانا عشان ندهن بيه وش كمان الايه، البرجر. ممكن تعمليها مثلا لو انت عايزه تعملي كميه اقل، وعايزه لا تعملي اكله اكله منها، ممكن تروحي عامله بالايه، مكرونه، تعمليها كفته وتعملي جنبها مكرونه برضو حلوه قوي اهي كده اهي، طبعا في كيس تبقى احسن، مش عندي كيس يعني مش مشكله اهي كده تمام. بس كده وابدا ان انا ادهن زيت من فوق كمان بس، وادخلها الفرن. اجي بس هنا كده ناخد ايه، معلقه من الكاتشب على العيش كده، ونحط واحده من البرجر خصايه، ممكن كمان اخلي الخصايه تحتيها، بس اخليها فوق تشيل بصلتين كده وطماطمايه اهو ماشي. قدم معاه بطاطس بقى، قدم معاه كل الحاجات دي، هيصوص سندوتشات براحتكم.